والله هي كانت بنت الجيران، احنا كنا ساكنين مع بعض في شارع واحد، فطبعا كنا طول الوقت بنشوف بعض وبنتعامل مع بعض، فممكن كانت دي البداية اللي لفتت انتباهي ليها ولفتت انتباهها لي. انا كنت مشهور زمان ببتاع الكتب، ان انا طول عمري ماسك كتب وانا رايح وانا جاي، فحتى لما رحت وتقدمت وبدأوا يتكلموا في القصة بتاعها، فكانوا قرايبي يقولوا معقولة هترتبطي بأبو كتاب؟ كان الجيران بتقعد تقول لي هتاخدي ده بكتاب، ده ايه ده، ايه ده، ده ماشي بكتاب وطالع بكتاب، ازاي الكلام ده؟ بس ف هم عارفين طبعا ان هو ملوش في اي حاجة خالص، رايح في طريقه ما بيكلمش لا بنات ولا اولاد ولا اي حاجة. العيلتين كانوا عارفين بعض وشفنا بعض في كل الحالات، واحنا بلبس البيت واحنا بلبس الخروج، فده كان بيساعد اكتر على ان العلاقات تبقى واضحة وبسيطة ومفيش مفاجآت بعد كده. اغلب المشاكل اللي بتيجي بعد الجواز عشان الاطراف ما بقوش عارفين بعض كفاية. ما كانش له في اي حاجة خالص، ما كانش له علاقة بالجيران ولا اي حد، هو احنا بس، وطالع بكتاب وخارج بكتاب، ما كانش له في اي نشاطات تحول الجيران يعني وكده. احنا كنا بنلعب مع بعض كجيران، بنزور بعض كده، لكن هو لا. هي طول الوقت هي مش قارئة ناهمة، لكن بتحب القراية، ليها ذائقة خاصة بيها. طبعا الكتب بتاعتي قبل ما بتطلع للنور بتبقى عدت عليها كذا مرة وقالت لي رأيها، والحقيقة باخد بيها لأن أنا دايما بحتاج لعين تانية وحد قريني أكتر. وحسام عنده أحلام كتيرة جدا مش عارف يحقق منها، مش عارف يحققها كلها، وأحلام دايما مش مكتملة، مش عارفة بقى الظروف، تطورات أحلامه هي بتتغير، بس كل مرة إحنا لما ظروفنا بتتغير هو كمان أحلامه بتتغير معنا. بحب فيها قدرتها على التسامح، الحقيقة هي يعني غفرت لي مصايب كتيرة الصراحة، يعني إنها بتراعي طبيعة شغلي، إن أنا أغلب الوقت برا البيت، إن أنا ليا علاقات متعددة مع أولاد وبنات بحكم إن أنا بدي دورات في اللغة العربية، وإن أنا كاتب، وإن أنا مسافر كتير، والكلام ده كله بيحاول كتير إن هو ما يبقاش سايبنا، قريب لينا بالتليفون على طول، معانا عايش لحظة بلحظة. العيال جم من المدرسة، العيال عملوا الواجب كده يعني، وقت ما بيجوا بيصحيهم عشان نلعب معاهم شوية أو يشوفهم قبل ما يناموا. ساعات كتير يقول لي ما تخلوهمش يناموا لما اجي. رغم الضغط اللي عليها ورغم ان انا شايل ايدي تماما من القصه، مش بمزاجي يعني الى حد ما، لكن هي بالفعل قادره تقوم بده، فطبعا انا بشكرها على السنين الحلوه اللي عدت وعلى الحاجات اللي احنا حققناها سوا. اي حاجه انا حققتها اكيد هي ليها السهم الاعظم فيها. زي ما شفنا مع حضراتكم باختصار، احنا دلوقتي في حضرة العائلة الحسامية، وطبعا شفنا شوية تفاصيل كده في التقرير، ايه اللي عجبها فيه، ايه اللي عجبوا فيها. هنتكلم اكتر بقى ازاي هذه العائلة متماسكة، عايزين نتعرف اكتر على او بنقرب اكتر في بيت من البيوت المصرية في لقاء من طبعا سلسلة بيت من مصر. يسعدنا ان يكون ضيوفنا في الفقرة الاستاذة نورة عبد الفتاح الزوجة، عشان ladies first، اهلا بيكي، صباحك صباح الورد، والزوج حسام مصطفى إبراهيم الكاتب والروائي، واللي لسه كمان هنتكلم عن الرواية بتاعته اللي مشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين. ولكن خلينا بقى نبدأ. صباح الورد. صباح الورد يا فندم. صباح الورد، وانتم منورنا، مبسوطين احنا قاعدين معاكم. عايزه ابدا معلش برضو ladies first، احنا يعني انا مظلوم كده، ثلاث ستات ده كتير يعني. كده مع نوره، وبعدين عشان يعني في بصره كده في الاسم نور ونوره، فالموضوع ايه مريح شويه. بصي يا ستي، انا هبدا معاكي من ابن الجيران اللي هنا قصادي، الاغنيه الشهيره. بس انت يعني هي الاغنيه دي ما كملتش 10 سنين، ولكن برضو قصه ابن الجيران وحب ابن الجيران. يمكن بنات كتير قوي في سن المراهقه تحب ابن الجيران بس ما بتكملش، كملت ازاي بقى؟ والله هي صدفة. أحب أعرف الصدفة أو الخطوات، يعني البداية كانت عاملة إزاي، الشرارة الأولى. البيتين كانوا قصاد بعض، البيتين مفتوحين تقريبا على بعض، مامته عندنا وإحنا عندهم. حلو. مفيش، هو لقيته مرة بيقول أنا هتقدم لك، وأنا كلمت أخوكي.
على طول كده؟ على طول. لا بصي بقى يا نوره ثانيه واحده، يعني اكيد مش هو ابن الجيران الوحيد صح؟ لا في جيران كتير صح. طيب يبقى في حاجه شدتك ليه برضه؟ بس هو حسام كان طول عمره بيكتب كتابات رومانسيه وحاجات، ودايما يقراها لي ويديني شرايط اسمعها، فهو يعني واضح ان كان في كده ايام الشرايط طبعا مشاعر، بس انت مش عايز تقول صح؟ كنت انت بتتكسف يا حسام ان انت كنت تعبر عن مشاعرك؟ لا خالص، بس خلي بالك احنا بنتكلم على وقت ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان التليفون تقريبا في بيتهم، بس التليفون الارضي ما كانش في حته فيها تليفونات. طبيعه الحياه يعني نفسها. سنه كام بقى ما تقول بقى وتخلص بقى؟ متجوزين بقى لكم 10 سنين، الكلام ده بقى قبلها بقى مثلا بسنتين مثلا ولا اكتر؟ 2003 2004 اوكي. احنا قدام يعني احنا قدام 2003. فالفكره كلها ان كان ده نمط الجيل، يعني السوشيال ميديا انا بعتقد انها جرأت الناس على التعبير عن مشاعرها. كان وسيله التواصل الوحيده اياميها الشرايط، شرايط الكاسيت، الكاسيت واحنا نعمل كوكتيل اغاني الحلوه دي. يعني قصدي حتى طبيعه المرحله نفسها في قصه التعبير عن المشاعر والاحساس كانت مختلفه، واحنا كنا ابناء للجيل بتاعنا. الوقت الدنيا ابسط بكتير واسهل بكتير، في ايموشنز وفي حاجات تخلي الواحد يقطع مسافات. التعبير عن المشاعر بالطريقه القديمه كان بيبقى احلى وليه طعم، يعني ليه سحره كده. الكوكتيلات انت قاعد وبتسمع الاغاني وبتنقي الاغنيه دي ليكي والكلام ده عليكي ومش عارف ايه، لا كان بيبقى ليها طعم غير الايموشن اللي هو هارت او هاج. احنا اياميها طلعت الكروت مسبقه الدفع اللي هي منتل والحاجات دي، كانت اختراع بالنسبه للشباب. كنا بنبات حاضنين الكابينه تقريبا في الشارع كلنا، يعني الجيل ده كله. فاحنا يعني اتظلمنا في الموضوع ده، بس بنحاول نعوض دلوقتي يعني. بس انت ما اتظلمتش قوي، انتوا جيران. طيب انا يعني مش عايزه اتكلم كتير، انا مستمتعه جدا بحكايتكم عن اللقاء والقصه. يعني خلينا في الاول واضح كده من كلام نوره انك انت اللي كنت بادئ بان انت بتقعد تحكي لها الروايات صح؟ انا الحقيقه ما انا عايزه اعرف اول ابروتش خالص، يعني اول خالص ما قررت انه هي دي وانا معجب بنوره وعايز بقى ابتدي احط خطه كده اقرب منها، اللحظه دي بتبقى نقطه البدايه. انا عايزه نقطه البدايه. الحياه كلها انها كانت مناسبه من كل النواحي، يعني بنت جميله دخلت بيتي ودخلت بيتها، مفيش اي مفاجآت ممكن تحصل في المستقبل، وده مهم. الناس بتتجمل في بدايه العلاقات وبتطلع احسن ما فيها، وبعد فتره لما خلاص بنخش في الجد بتبدا الحاجات السلبيه تطلع وتحصل المشاكل. يمكن دي كانت اكبر ميزه عندنا ان احنا ما عندناش مفاجآت. شافتني وانا بالترنج وانا بلبس الكوره وانا يعني في كل الحالات، ومراحل عمريه مختلفه، وعرفت اهلي وعرفت اهلها. فالحقيقه ان ده ساعد بنسبه كبيره جدا على تقريب وجهات النظر، وان انا اعرف مدخلها منين وهي تعرف مدخلي منين. القرار بالارتباط طبعا كان بتحفه المصاعب الماديه زي اي حد، يعني كانت اكبر عقبه بعد فكره ان انا اتاكد ان هي دي وهي تتاكد ان انا ده، فكره تكبير الفلوس. فالحقيقه انا كنت بشتغل شغلانات كتير قوي الحقيقه، اشتغلت في كل حاجه. ربنا قبل ما تتقدم ولا كنت رحت اتقدمت خلاص؟ انا كنت قبل ما اتقدم كنت خرجت من الكليه وبدات اشتغل بشكل طبيعي كاي حد، لكن طبعا بعد ما كان في قرار بقى العبء اكبر، وبقى في بقى الجداول الزمنيه والتايم لاين وعاوزين نعمل كذا في كذا. فالموضوع خد شويه وقت، بس الحقيقه الحمد لله برضو كان ربنا مسهلها على الاخر. يعني اخد منك وقت قد ايه؟ يعني الفتره دي اللي لسه بتبتدي بقى تحط خطه ان انا اقرب لها. اربع سنين قعدتوا اربع سنين في ان انتوا بتتبادلوا المشاعر، وبعدين مرورا هو كانت ظروفه مش تمام قوي في الشغل. فكان الدخل مش كتير ابدا ان هو احنا نجهز ونعمل بيت وكده. طب نوره ما كنتيش بتسمعي بقى كلام الاهل والصحاب اللي تقول لك ده فقري، انت هتاخدي واحد مفلس، وبعدين لو دخل مش عارفه الجمال من الشباك خرج الحب، الفقر من لو دخل الفقر مش عارفه من الباب خرج الحب. في ناس اتقدمت لي وانا مخطوبه وكانت وانت مخطوبه وانا مخطوبه عادي جدا يا سلام جميله قوي الجرأه دي يعني عارفين انك مخطوبه وجاي تقدم برضه. حالتهم ماديه ميسوره كتير عنه، يعني جايين بمبدا اللي معاه يشيل. فانا فضلت ان هو حسام انا عارفاه وما فيش مفاجآت، يعني زي ما هو بيقول. الاسباب بينكم، الاسباب القبول ما بينكم كانت متبادله. يعني هو انا لاحظت ان حسام برضو كان بيقول نفس الكلام، بيقول انا شفت يعني احنا عارفين بعض كويس مفيش مفاجآت. فبرضو ده كان مطمنك اكتر، فالموضوع ما بقاش فلوس وقتها. بقى اهلك كانوا بيقطموكي بقى ويقعدوا لا والله ماما بتحبوا، هم بيحبوه اصلا.
عارفينه وعارفين تربيته كويس وعارفين باباه ومامته. يعني جزء كبير من اتمام الزواج ترحيب الأهل. او ان الاهل مش واقفين لك في او بيشكوا. ماما ومامته اصلا كانوا اخوات قبل ما احنا نرتبط ببعض. فالعلاقه بادئه من زمان جدا. هما اكيد كانوا بيتكلموا في الموضوع ده من وراكم، يعني الولد بيقولوا انا بنتي مش هتخرج بره او ابني مش هيتجوز. غير كده ان هم لعبوا دور كبير جدا اصلا في اتمام عمليه الجواز. فكره الجمعيات يعني احنا طبعا ده دور الام، وحتى الوقت يعني ده مازال مستمر في بعض القطاعات. فكره ان هم لا تاخد مامتي تاخد مرتبي تشيل لي جزء وتعمل مش عارف ايه، مامتها نفس القصه. وبعدين حقيقة ان اهالينا ناس طيبين سواء عندي او عندها، للامانه الشديده مش حموات لا ناس امهات بالظبط. اشكرك على الكلمه دي، امهات مدركين طبيعه ان يبقى في مشاعر بتتحرك وان دول شباب وان هم محتاجين يتلموا في بيت، وبالتالي ما نصعبش الامور عليهم. ما حصلش اي اختلافات تقريبا على فكره القايمه والنيش والمش عارف ايه. من عاده الام هي اللي بتبقى واقفه زي الشوكه. لا بصراحه امهاتنا الاثنين كانوا طيبين، ووالدها برده كان راجل طيب جدا، واخوها كان في ترحيب عائلي. واعتقد ده من اكبر اسباب نجاح القصه، ما كانش في عقبات في الزاويه دي للامانه خالص يعني الحمد لله. يبقى انت كده ذكرتهم على فكره، انتوا يعني انتوا بتضحكوا معانا كده عشان ده بيبقى واضح اكتر للمشاهدين انه عوامل نجاح الزواج. اولا انه تكونوا شايفين بعض على طبيعتكم، ما فيش تمثيل، ما فيش يعني انا مش بتجمل عشان هقابله ولا هو بيتجمل عشان يقابلني. انا بشوفه في كل حالاته، هو بيشوفني في كل حالتي. وتاني حاجه تعاون العيله او تفاهم العيله، ان احنا ما عندناش تحفظ من العيلتين. يعني بالزبط. تلاقي مثلا البنت تقول لك لا انا بنتي لازم تتقل بالذهب، وهو جاي عارف ان هم هيدخلوا عليه. وخليني اقول لحضرتك برضو كمان نقطه مهمه، الجديه. يعني انا كنت جد فيما تقدمت بيه، وكنت قد المسؤوليه ورغم طول الفتره ورغم العقبات، بس انا كنت قادر اعمل ده واخد قرار بده. انا بشوف ان المشكله اليومين دول هي عدم الجديه. في بعض الاطراف بتقرب من بعض، في مشاعر حقيقيه وكل حاجه، بس اللي هو ايه ما عندوش اللي هو فكره ان هو يتحمل المسؤوليه للنهايه، او لا ده لا الموضوع كبير او طويل او صعب. هي ما فيش حاجه سهله في الحياه بالظبط، بس الفكره كلها انك تحدد خطوات علشان توصل من النقطه الف للنقطه ب. طيب من وجهه نظر الرجل بقى، الست تعرف منين ان الراجل ده جد؟ في علامات كتيره، وانا بدعي ان كل حاجه بتبقى واضحه من البدايه، والحدس الداخلي بيبقى شغال وفاهم احنا رايحين فين، بس احنا بنستهبل. بس مرايه الحب عاميه، احنا بنستهبل، بندي فرص يمكن يتغير، يمكن الظروف، يمكن يمكن يمكن. لكن اعتقد ان من البدايه كل حاجه بتبقى واضحه. الجديه بتبان في ان انا اروح اخبط على الباب، ان انا احدد ميعاد، ان انا طب شايفيني بشتري كذا، لا انا كنت بشتغل شيفت واحد، بقيت بشتغل شيفتين، وبقيت بشتغل في البيت. ففي علامات كتيرة جدا بتثبت الكلام ده يعني. لكن فكرة ان احنا بنحب نخدع نفسنا ونوهم نفسنا ونعمل الايه متفاجئين في الاخر، مفيش مفاجآت في اي حاجة. طب انا عايز اتكلم عنكم انتوا بالذات، انتوا ككابل، ايه الحاجة او ايه الحاجات اللي قررتوا ان انتوا هتتنازلوا عنها، او مش هتيجي دلوقتي، تيجي بعدين لما البيت لما نتجوز ويتقفل علينا باب على مهلنا نبقى نجيبها؟ هي الفيلا بس مش اكتر. البول كده ولا الفيلا ولا نعمل الفيلا ونخلي السويمنج بول بعد. ما انا يعني بقول يعني عايز البول كده ولا عايز البول مربع يعني يلغيه مثلا عشان لسه حقوقوا عليا يا جماعه، مش كده. لا بجد تنازلتم عن ايه؟ يعني ان في حاجات كتير متطلبات للجواز. اعتقد لا انا عايزه نوره بقى، لان نوره دايما في اول جوازه الست تقول لك ايه، دايما تقول لك ايه، لا دي اول جوازتي بقى واول فرحتي، انا عايزه فستان وفرح وشبكه وشمعنا وصاحبتي وبنت خالتي كذا ولا الجيلي. والله هو كان على ايامنا احنا كنا مقدرين الظروف جدا. ما فيش مشكله لما اجر فستان، مش شرط يعني يكون بتاعي. هي ليله العمر بس انا هو ده جوز العمر، انا مش محتاجه فستان ولا محتاجه فرح. هو ناس كتيره جدا اتبرعت تخدم لان هو كان جدع طول عمره، ف ناس قرايبه يعني، فكانوا مساندينا في الفرح. عظيم. الحمد لله وعدت يعني. بس في حاجات كتير قلنا هنعملها بعد الجواز، وطبعا ما بقتش من احتياجاتنا، مش محتاجين لها. بس يعني خليني اقول نقطه مهمه جدا هنا مكمله لده. احنا بعد ما اتجوزنا بسنه ظروف شغلي اتغيرت، وقررت انا كنت عايش في مدينه شربين محافظه الدقهليه، وانا طول عمري بحب الكتابه والصحافه وكنت شغال مدرس، فقررت ان انا اخد النطه دي واجي القاهره وابدا فكره الصحافه والكلام ده كله. ودي كانت بالنسبه لك غربه بقى؟ انا كمان انا عشان انا من النوع اللي ما بعرفش يعمل حاجه بذاته، هي بصراحه انا كنت معتمد عليها كليا، وقبلها كانت والدتي ربنا يديها الصحه. انا لما جيت القاهره كانت الخطه، كنت متخيل باحلام الشباب بقى ان هو يعني سنه ولا بتاع وهقدر اجيب شقه بقى واجيب العيال ونعيش حياتنا والكلام ده. الحقيقه المرحله دي استمرت 8 سنين من العمر. احنا قعدنا 8 سنين من العمر. انت في القاهره؟ انا في القاهره وهي في شربين، بروح لها مره يوم في الاسبوع او يومين ماكسيمم، في سبيل هدف مشترك ان احنا ربنا يكرمنا ونقدر نجيب بيت هنا في القاهره
ونأسس أسرة عشان يوم فكرة في الأسبوع أو يومين أو يومين في الأسبوع. طب لا نورة بقى أنا في الحالة دي بقى هبتدي أقلق بقى. جاتلك فرصتك اتفضلي. الست بقى يعني غريزة الزوجة بقى ده إيه ده بيلعب بديله ايه يومين هو دخل في دماغي شكوك وافكار كتيره جدا بس هو كان بيجي اليوم اللي كان بيجي كان بينسي كل حاجه بصراحه كلامه طيب ودايما حاضر معايا حتى لما وانا خارجه وانا نايمه يعني التليفونات طول النهار معايش معانا تقريبا بالتليفون بس هو ما كانش غايب ابدا لانه كان معايا على طول يا ستي يا نوره انا من شغلته الكلام يعني انت هو للاسف ان انا باجي بالكلام احنا جايين نهدي النفوس انا ونوره احنا عايزين يعني مش هينفع كده لا وبعدين انا وعدت ان انا مش هلعب بديلي غير لما هي تيجي في القاهره وده اللي حصل فعلا انا طول الفتره اللي هي في شربين ما لعبتش كان مستقيم كان مستقيم وانت في شربين جيتي القاهره الموضوع بقى اتغير بقينا بقى نشوف حاجات طب اتعاملتي مع التحول ده ازاي تحوله هو ولا تحولي انا تحوله هو بقى القاهره بقى وادوار القاهره اخذنا من بعض يعني هو بدا ياخد مني انا بدات ابقى حموله اكتر وصبوره اكتر معرفش يعني بقيت مستعده اعمل اي حاجه عشان افرحه واساعده وهو نفس الكلام هيديني عينيه انا عارفه له. بتشوفي ان الزوجه عشان تستمر لازم تغفر لزوجها نزواته كتير يعني لازم تبقى صبوره وحموله ومتسامحه ومقدره انه ما فيش حد ما بيغلطش ناس كتير كل الناس بتغلط انا بغلط بس في غلط له حدود وفي غلط ما ينفعش نسامح فيه والله هو حتى الان الاغلاط اللي عملها يعني ممكن تعدي ما تهدمش بيت يعني ما تهدمش بيت هو حسام زي الفل والله طب اصعب موقف عدى عليكي في العلاقه دي كان ايه اصعب موقف والله هما كتير بس الولاده لا الولاده لا انا بص عشان اتطهر من خطاياي على الهواء قولي الولاده ده موضوع كبير قوي لا اصلا قوي ومقاله وازاي ما كنتش موجود يا حسام بجد لا ده وقت صعب جدا انا ملومك العيب مش فينا العيب في الجيل اللي كان المفروض ينزل يجي ولادي نزلوا بدري مصطفى كان المفروض قدامه 25 يوم هو كان معايا في ولاده مصطفى بس الدكتوره قالت له بعد ما رحنا على المستشفى الفجر قالت له قدامنا كنا يوم جمعه قدامنا لصلاه الظهر كده على ما تولد فهو كان لسه جاي من السفر كان جاي خميس كان عندي شغل والله فقلت اروح اخلص حته الشغل وارجع اروح انام ساعه وارجع لك على صلاه الظهر فمامته كانت مامته واخته معايا والدتي ما كانتش تعرف لانها ما بتحبش تشوفني في مواقف ضعيفة يعني بس فرحنا ده يوم حد ينام فيه برضه فراح نام جالي بعد ما ولدت الولادة التانية بقى كنت أنا كان هو مسافر ولازم هتيجي قبل ما أولد أكيد فرحت للدكتورة طبعا تاني مرة قالت لي أنت تولدي حالا دلوقتي روحي ولدي على المستشفى فرحنا المستشفى جريت على جوز أختي لا أنت لازم تيجي معايا فبعت لأختي وأخته كانت معايا المرة دي قبل كده بس ما كانش هو موجود انا حاسه بيكي وهدمع على فكره انا كل ما افتكر اليوم ده مش قادره انساه بصراحه يعني حاجه لا تخطف ازاي انا بدفع ثمن الغلطه دي لحد النهارده وكمان مررت المعلومه لاولادي فهم بيبتزوني بيها اكيد طبعا فبقى ارث عائلي عارفه ان بابا ما كانش موجود بابا ما كانش يعني انت فشلت في انك تصالحها يعني ما دام عليك لحد دلوقتي لا يعني انا بحاول اصالحها من حين لاخر هي عارفه فكره الابتزاز حاجة تبتزني بيها من حين لآخر يعني عمري ذكية يا ما كنتش معايا وانا بتوجع ما انا بالظبط مش كده يعني كان اول وجع كان اول وجع يعني اتصدم فيه وهو مش موجود المواقف دي على قسوتها في بعض الاحيان او على صعوبتها على الطرفين بس هي برضه بتبين مدى الغلاوه ومدى المعزه وبتدي مساحات لان احنا نغفر ونسامح ونشوف الطرق اللي نرضي بيها الطرف الاخر يعني انا بشوف ان الحياه لا تخلو من المشاكل مفيش كتالوج للحياه الصحيه السليمه الاسريه ده كلام فارغ لكن في الوقت نفسه في قيم لازم تبقى متوافره زي الموده والرحمه ما دام الطرف ادرك ان ده خارج عن اراده الطرف الاول الغير طبعا يعني انا احب ان انا الشخص اللي معايا اشوف ان هو ايه اللي بيحبه واعمله له يعني يبقى ده شغل الشاغل واللي معايا العكس فاكيد احنا الاثنين هنبقى مبسوطين بالظبط حسام بيعمل كده على طول الوقت بصراحه بيشوفنا في البيت لا كتير جدا اعرف والله ساعات بيغسل معايا الاطباق وبيعمل لنا شاي كتير بيعمل لي فطار كتير جدا
برافو يا حسام بجد والله شاطر. هو الحاجة انا بحب غسيل المواعين ما بيعلقش هدوم بس ما بيعلقش الهدوم بس يا ستي كفايه نغسل المواعين ده هم الموضوع ليه علاقه بالقدرات الحركيه. لا. انا الحاجات اللي محتاجه صبر ومحتاجه ما بعرفش اعملها في المطلق مش بس في الهدوم يعني اي منمنمات انا بحب الحاجات اللي هي واضحه ميه تتحط وصابون وخلاص والقصه تنتهي على كده. حلو جدا. لما بنتكلم على حسام والواد ابو كتاب بقى اللي داخل بكتابه صح اللي معاه كتاب رايح جاي رايح جاي القراءه يا حسام والاطلاع هل ده كان من الحاجات اللي خلتك تنمو وجدانيا بشكل طبعًا. يخليك مسؤول وانا جد في اهدافي طبعًا. وانا فعلا عايز ارتبط يعني القراءه دي ممكن تغير في الانسان توديه لفين. انت حضرتك لمستي فعلا نقطه مهمه جدا 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 وهي فكره الخلفيه الثقافيه اللي بتخلي الواحد قادر انه اولا يحدد مشاعره، رقم 2 يحط خطه ناجحه للوصول لاهدافه، رقم 3 يلتزم بالخطه دي رغم الصعوبات لحد ما يحققها. انا بدات قراءه يمكن اعتقد في ابتدائي، والدي رحمه الله عليه كان مدرس لغه عربيه وصاحب الفضل تماما في قصه حبي للعربي عموما ودخولي المجال ده طبعا. ففعلا انا على ما خلصت الكليه كنت قريت كم كبير جدا للكتب وبقى عندي حيوات كتيره مختزنه داخلي وعندي افكار حيوات. دي حقيقه لان انت بتتفاعل مع شخص كانه بيكلمك. احنا لينا حياه واحده بس كل كاتب من دول عاش حياه وسجلها في كتاب، فانت بتجمعي كل هذه الحيوات وبتعملي رصيد من الخبرات ممكن ان هو يمدك بذات في اي موقف من مواقف الحياه. بتقرا في روايات فقط ولا اي حاجه وكل حاجه؟ انا بصراحه كنت اللي بيقولوا عليها دوده كتب، كنت بقرا في اي اتجاه في اي حته في اي منطقه. وإيه انا لما كبرت كان بيشدك؟ انا بحب الادب وعلم النفس تحديدا اكتر فرعين انا بميل ليهم، واللغه طبعا باعتبار ان هي العامل المشترك عموما في فكره القراءه باللغه العربيه. احنا عايزين نشكرك على النسخه دي كمان، احنا عايزين نتكلم برضو على النسخه دي واحنا بنتكلم في فعاليات والنهارده ختام يعني المعرض المعرض طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب، وده واحد من ابرز الكتب ويمكن هو وصل للطبعة الرابعه بالظبط الحمد لله. دي الطبعه الثانيه عشان دي اخر نسخه عندي. الف مبروك واحكي لنا بقى عن هذا الكتاب، كتاب التعافي. تمام. الكتاب ببساطة بيستعرض المحاور الثلاثة الرئيسية في العلاقات الإنسانية من وجهة نظري وهي الحب، الخذلان، التعافي. فأنا في كل فصل من هذه الفصول بحاول أحلل الظاهرة الإنسانية دي، أشوف أبعادها، إزاي نفرق بين الهوى العابر والحب الحقيقي، إزاي نتأكد إن إحنا في علاقة حقيقية ليها مستقبل. ده في قصة الحب. لما باجي للخزلان خلاص وقع قضاء ربنا وحصل انفصال، فبحاول برضو أحلل ده وأشوف إمتى تتأكد إن في خزلان، هل هناك خزلان يغتفر أم لا، هل أنت فعلا قدمت ما يستحق إن أنت تخذل بهذا الشكل. وصولا بقى للعتب الأخيرة إن أنا أتعافى بقى. خلاص بقى وأخرج من إصار ومن إطار هذه العلاقة السيئة اللي أذتني. التعافي الحقيقي بمعناه الواسع، سواء من العلاقات الهدامة، من الشغل المسيء للإنسان اللي الواحد بيشتغله عشان أكل عيش لكن مش بيحبه، التجارب الإنسان بيجبر على دخولها في بعض الأحيان بدون إرادة منه، فهو مفهوم أوسع شوية. فكرة أن الواحد يعيد بناء العالم الداخلي جواه ويقدر أن هو يقف على رجليه من جديد وما يتعاملش مع الماضي باعتباره في صراع وفي ملاكمة طول الوقت، لا ما يقاوموش، يحاول يسيبه خلاص اللي حصل حصل، يشوف الحاجات الكويسه اللي فيه وياخدها ويبدا. ده علم نفس جدا اللي بتقوله. مزيج من علم النفس والعلاقات الانسانيه والتجارب طبعا. بالظبط بالظبط. جميل. طيب بص احنا عشان خلاص هنختم بس ما ينفعش نختم الا لما نعرف قصه بيع الذره. عايز بيع الذره. ايه القصه دي؟ مصطفى انا بحاول يعني امرر له كل الحاجات مصطفى اللي انا الكبير. مصطفى ابن الكبير وملك بنتي الكبيره سنين. هي زي مامتي ملك بنتي ذرتي ربنا يخليك. هم كانوا حابين ان هم من كتر ما بيشوفوني بعمل مشاريع وبعمل كتب وبدي ورش لغه عربيه فهو عاوز يبقى يخش في مجال البيزنس. فقلت له اللي انت عاوزه اعمله، فهو قال لي انا عاوز ابيع ذره. فالحقيقه انا ما استهزأتش بالفكره. ذره ماشي. هو عاوز يبيع ذره ماشي، مفيش مشكله يلا بينا. فلما رحنا شربين فعلا خدته معايا ونزلنا وكتبنا ورقه. حبيت بقى اديله شويه معلومات. احنا بنعمل حاجه اسمها دراسه جدوى يا مصطفى، يعني ايه؟ هنكتب مواصلاتنا، هنكتب السعر الاصلي للذره، سعر الخامات اللي هنجيبها، وبعدين هنحدد بناء على ده هنبيع كوز الذره بكام، هل هو اغلى من السوق ولا ارخص، ونشوف المكسب بتاعنا. عملنا كل المراحل دي وجبنا الذره فعلا وشويناه وبعناه للاهل والاحباب. في نقطه كمان مهمه جدا حاولت اوصلها له. طيب انت دلوقتي بتبيع ذره وفي 17 واحد بيبيعوا ذره، ايه اللي هيخلي الناس تجي لك انت ما تروحش لغيرك؟ في حاجه اسمها الادد
فاليو، القيمه المضافه اللي بتحطها على المنتج بتاعك عشان تميزه عن غيره. قعدوا يفكروا هو وملك، وبعدين قالوا خلاص احنا هنجيب كروت صغيره نكتب كلمه مننا ونمضيها باسمنا لصاحب الكوز وصاحب النصيب. ما شاء الله. عملوا الفكره دي فعلا ونجحت، وهم كسبوا فلوس زي الفورتشن كوكي كده، لو تفتح الكوكي بالزبط. تلاقي الحظ اليوم دي جميله قوي. هي فكره بس ان هو يتعود ان في منتجات كتيره، طب انا ازاي منتجي يبقى افضل من غيره، فيبدا يفكر بره الصندوق. هي كانت دي القيمه كلها، والحقيقه حاولت تاخد الفلوس منهم بس ما المكسب. انتوا نورتونا في بيت يعني انتوا نورتونا في بيت من مصر، ونورتوا كل البيوت المصريه اللي بتتفرج علينا. نموذج من ارض الواقع بيتكلم عن زواج ناجح ومستقر، وربنا يحفظكم ويخليكم. نتمنى من الله اكيد ان شاء الله. واعتقد ان احنا يا جماعه كل مره بنلقي الضوء على بيت من بيوت مصر بنعرف قد ايه ان القصه مش بالفلوس خالص، القصه مش هتدفع كام وانا هدفع كام، والخناقه اللي بتحصل على قايمه وبتفرق ما بين اتنين ممكن يكونوا يعني بوتنشال ان هم كانوا يكملوا مع بعض وياسسوا حياه زوجيه سعيده. احنا بنشكركم شكرا جزيلا، الاستاذه نوره عبد الفتاح وزوجها الاستاذ حسام مصطفى ابراهيم الكاتب والروائي. صباحكم صباح الورد. صباح الورد حسام ونوره، صباح الورد عليكم. ان شاء الله كده تاتش وود النهارده ما يحصلش اي حسد ولا خناقات بعد الحلقه. واكيد نتمنى ان كل كابل يلاقي بعضه بالطريقه دي، والاهل يكونوا متفقين، ما يكونش في مغالاه في تكاليف الجواز علشان خاطر القصه تكتمل. نشكركم شكرا جزيلا، ونشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباحكم صباح الخير.